recording. طيب يعطيكم العافية جميعا. هلأ احنا اليوم زي ما حكينا في بداية المحاضرة بدنا شوي هذا التوتوريال انا عملته الاسبوع الماضي تمام. طبعا انا كنت بتمنى انه يكون في حدا يساعدنا بالفيديو لكن للأسف اجى الموديل لحاله, هو زميل لكم طالب برضو في الكلية. اشتغلنا على طبعا النتيجة النهائية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. النتيجة النهائية طبعا انتو شايفين السكرين تبعي صح؟ هاي اي ثينك هاي النتيجة النهائية. اوكي هاي هي النتيجة النهائية مبينة معكم على السكرين صح؟ طبعا انتو شايفين النتيجة النهائية وهاي التونات او هاي الميكستشرز اللي هنا هي يعني تقريبا الميكستشرز اللي انا استخدمتها خلال التوتوريال. اوكي هلا انا لما بدات طبعا بدات على ورق لونه جراي هيك لون. طبعا كانت ورقه موجوده عندي هنا شوي وكان عليها شويه هيك فحم. هاي الورقه لونها جراي almost زي ما انتم شايفينها انا يعني على السكرين تبعي كتير يعني لونها قريب من اللون الواقعي هيك رمادي فاتح وفي شوي وبارد هيك نوعا ما. طبعا يعني فيكم ناس تحكي اوكي هل انه انا لازم استخدم ورق لونه ابيض؟ لا مش دائما احنا لازم نستخدم ورق لونه ابيض, ممكن احنا نستخدم ورق بالوان مختلفه. وفي انا عندي هون كمان بعثت لكم صوره من كتاب, بعثت لكم صوره من كتاب خليني انا افرجيكم اياها. طبعا هلا انا هاي الصوره تمام. نعمل داونلود ونطلعها زي هيك ونعمل لها روتيت. اوكي هاي صوره من الكتاب طبعا موجود معي هيات وهلا انا بفرجيكم اياه ليتر اون ممكن احنا نناقشه. لكن انا يعني عمالي ب ب ب بعمل ريكورد عشان زملائكم اللي موجودين برات البلد برضو كمان انتم يعني عشان تاخذوا هذا الكلام از ريكورد ضلكم انتم ترجعوا له. هذا القواش شوفوا النتيجه النهائيه تبعت اللوحه. اوكي شوفوا النتيجه النهائيه تبعت اللوحه قديش هي واقعيه. مراحل انتاج عمل فني بالقواش. الفنان هنا اشتغل على ورقة لونها يعني هيك شوي اوكر كريمي, بعدين عمل الخلفية عمل الباك جراوند. اوكي واحنا كتير مهم يا جماعة, يعني انا شفت شغلكم اليوم وكتير في طلاب ما كانوش عاملين الباك جراوند. بليز ركزوا لي على الباك جراوند. الباك جراوند تعمل شغل كتير مهم. الباك جراوند تعمل شغل كتير مهم. اوكي فبليز ركزوا لي على الباك جراوند. هاي المرحله الاولى. طبعا انتم ليتر اون يعني انا بهمني انكم انتم يعني تشوفوا هذا از ريفرنس ليتر اون. هاي الصوره موجوده معكم على التيمز بامكانكم تشوفوها وبامكانكم تقراوا ان ديتيلز, بامكانكم تشوفوا الالوان المستخدمه, بامكانكم تشوفوا المرحله الاولى كيف استخدم هو تشاركول. طبعا هو انت بامكانك تستخدم تشاركول, بامكانك تستخدم رصاص, بامكانك تستخدم اللي هو الكربون هذا الكربون اقلام الكربون اللي زي اللي فرجيتكم اياها هاي الكومبرست كربون او الكومبرست تشاركول. هيها بعد ما احنا نرسم فيها يعني يعني وي دست ات اوفر يعني بنجيب زي فرشاي وبن يعني بن 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 هيك زي يعني زي نمسح هيك مسحه خفيفه عشان التشاركول الزياده يروح تمام, عشان لما نشتغل فوقه بالالوان ما يعمل لي يعني ما يوسخ كتير معنا تمام. التشاركول ليش انا بحب اشتغل بالتشاركول بالبدايه مش بالرصاص؟ لانه التشاركول ميكسبل,
الشاركول ميكسبل مع الجواش، ميكسبل مع الووتر، ميكسبل مع الاويل، اوكي ميكسبل يعني ممكن. وشوفوا كيف هاي المراحل الثانيه، شوفوا هاي المراحل، شوفوا هاي المراحل، هاي المرحله النهائيه، شوفوا قديش واقعيه. طبعا في لمعه، هاي لمعه للكتاب، لمعه الضوء. اوكي القواش هنا، هاي جاك بينتد اون وايت بيبر، جاك بينتد اون توند بيبر. شوفوا هذا وايت بيبر، شوفوا هذا توند بيبر. اوكي هلا يعني من الصوره مش مبين عندنا فرق كتير كبير، لكن لو الواقع اللون العمل الفني امامنا راح نشوف انه في فرق. اوكي في فرق. هون نشوف كيف هذا وايت بيبر، هاي الالوان نفسها، هذا اخضر، هذا اخضر، هذا اخضر، هذا اخضر، لكن يعني هاي نفس الالوان بس مره معموله على وايت بيبر، مره معموله على تون بيبر، وهذا البراون لايت براون بيبر. تمام بامكانكم انتم تقراوا، يعني هاي المعلومات كتير مهمه بسيطه لكنها كتير مهمه للي بده يشتغل بالجواش. تمام نرجع للتوتوريال اللي احنا عملناه، نرجع للتوتوريال اللي احنا عملناه. بدأنا طبعا احنا اخترنا ورقة هاك هيك لونها ماشي الحال، بعدين رحنا على بدأنا طبعا بدأت انا ارسم ماشي الحال. هاي الطريقة ممكن انا later on يعني اعمل فيها توتوريال كمان، هي طريقة هيك constructive، بالطريقة constructive بالرسم. أوكي بتعتمد على الخطوط، إنه إحنا نعمل خطوط straight lines بعدين نعمل curves. تمام طبعا ممكن احنا يطلع لنا هيك صوره شوي متقدمه. اوكي طبعا هاي المراحل المختلفه، انتم بامكانكم تشوفوا المراحل المختلفه. هاي هنا اوكي هاي تقريبا نهايات، شوفوا كيف استل ال يعني الظل النور التاتشز. طبعا يعني انا عملت هيك بالعمدن، انا عملت هيك بالعمدن، عملت الدروينج هذا بالعمدن عشان التوتوريال. اوكي انا بالعادي ما بعمل دروينج زي هيك، انا بالعادي ببلش بالفرشاي دايركت. اوكي لكن انا عملت التوتوريال عشان التوتوريال يكون واضح لكم، عملت الدروينج هذا. طبعا في النهايه بعد عمليه الدستنج للفحم هذا بيطلع انا عندي هاي النتيجه ماشي الحال، بطلعنا عندي هاي النتيجة. تمام هلا الألوان المستخدمة، بعدين بلشت طبعا مرحلة التلوين. الألوان المستخدمة في المرحلة الأولى، الألوان المستخدمة أنا في عندي أوكر، فيرميليون وكريميزون. أوكر فيرميليون وهذا الأحمر الكريميزون. هذا كان عندي برشن بلو، برشن بلو. طبعا في ناس بلفظوها بروسيان بلو، هي بروسيا يعني مكتوب بروسيا بس هي بروسيان بلو ماشي الحال. هذا وايت اللون الابيض، انا هيك بحب ارتب الباليتا تبعتي، هيك انا برتبها. اوكي لا ممكن انت ترتبها بطريقه مختلفه، يعني انت يعني مع الشغل يعني التمرين وكذا بامكانك انت تجد يعني الباليت اوردر اللي انت بتحبه. ناخذ كلوزر لوك على الالوان اللي انا استخدمتها، هاي كلوزر لوك على الالوان اللي انا استخدمها. ممكن نعمل احنا داونلود اوكي، بعدين نعمل عشان نعمل روتيت. قديش صار لنا بالله بنحكي قديش صار لنا؟ اوكي تمام. هاي التيتانيوم وايت ليمون يلو. هلا المرحله الاولى، انا المرحله الاولى هذا يلو اوكر فيرميليون
كريميزون ماشي هال، وهذا البرشن بلو، هاي المرحله الاولى. اوكي هاي المرحله الاولى. بعدين الالوان الثانيين انا استخدمتهم ليتر اون، البلاك استخدمته بالاخير، الفيريديان برضو كمان استخدمته بالاخير، وهذا الليمون يلو استخدمته عشان ارسم ال ارسم ال الورده تمام. لكن انا ما استخدمت ليمون يلو، ما استخدمت ليمون يلو بالوان البشره. اوكي هنا انا بدات هاي المرحله الاولى، شوفوا كيف انا عملت تقريبا برتقالي، الالوان الفاتحه فيها برتقالي، الالوان الغامقه فيها اخضر او ميكستشر اوف جرين. هذا الميكستشر اوف جرين انا طلعته بالاوكر وبالبرشن بلو، هاي برضو كمان يعني مرحله قبلها. اوكي طبعا انتم بتلاحظوا هدول الالوان انا خليت لكم اياهم، هدول حتى النتيجه النهائيه خليت لكم اياهم عشان انتم تشوفوا كيف الميكس اللي انا عملته هنا. وزعت طبعا. ممكن فيكم ناس يسالني انه الخلفيه يا دكتور، هنا اوريدي انا في عندي لون بالباك جراوند. اوكي انا اوريدي هنا عندي لون في الباك جراوند، فهذا اللون في الباك جراوند ساعدني كثير بإني أنا أعطي يعني أتوموسفير للفيجر، أعطي أتوموسفير للوحة بالفيجر. هون أنا بلشت أعمل الوردة. أوكي هاي أنا بلشت أعمل الوردة، هاي الديتيلز تاتشز، ضربات فرشاي معينة هيك بهالأسلوب هذا. طبعا الديتيلز انت later on اذا بتحب من الجماعة اللي بتحبوا الديتيلز بإمكانكم انتو تعملوا الديتيلز اللي عاوزينها. اوكي هاي in general. في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طيب هلأ انا حاليا راح احاول انا ادخل من تليفون من كاميرا تانية، انا راح احاول ادخل من كاميرا تانية. add this device transfer to this device add this device. اوكي هلا انا راح ادخل من كاميرا تانية. اوكي هلا انتو شايفين اوكي ناديه ممكن بالله تساعديني لو سمحتي، كتير صغيره صح؟ كتير صغيره. ثواني شوي، ثواني كتير صغيره هون مش ليش. طيب نعم اعمل شير كونتنت شو لشو شير ووتر. اوكي شير فيديو. اوكي كول هيك تمام، هيك شايفين احسن. لا فنقدر نقيمها وبكبر يعني الصوره بتصير كامله على ثواني. اوكي ستوب شيرينج. اوكي تمام هي صارت كبيره هلا. تمام اوكي تمام. هلا في حدا عامل شير؟ اعملوا كلكم ميوت. تمام طيب واحد يمسك لي بالله ال تمام. بس انا على فكره مش شايف. طيب هلا هاي
بس اعمل ميوت من عندك، تعمل ميوت من عندك. تمام تمام. حكينا لكم احنا المحاضرة الماضية تعملوا لنا مجموعة من ال اعمل ميوت من عندك عشان انا ما اسمع صوتي. تمام. هذا شغل مين اللي معي؟ هذا شغل نادية. طيب يعطيك العافية نادية. في عندي انا تلوين جيد، في عندي ديتيلز جيد جيدة، يعني ممكن يعني شوي الدروينج انا هنا يعني بحاجة شوية لشغل اكتر. كنت انا بتمنى انه كل الباك جراوند يكون موجود، كنت بتمنى انه كل الباك جراوند هون يكون موجود. نفس الاشي كنت بتمنى انه كل الباك جراوند هون يكون موجود. هذا اللون الابيض لو في شوية لون ازرق كان برضو كمان بيعطيني يعني انسجام اكتر مع الاوبجكت اللي انا راسمه. هنا لو في عندي شوية بنفسجي، هنا لو في عندي شوية بنفسجي كان شغل برضو كمان بطلع واقعي أكتر أو هيك vibrant أكتر. برضو كمان هنا نرجع بنأكد على قضية الباك جراوند كتير مهمة. لون جيد، خلط جيد، لكن أنا هنا مثلا لو في عندي شوية بنفسجي أكتر أو في عندي يعني برضو كمان يعني بالباك جراوند لو في عندي ازرقات هيك، هذا اللون كتير حلو ماشر. هذا عامل لي ريفليكشن حلو، بس دائما وابدا اللون انا في الباك جراوند بيعطيني شو اسمه واقعي اكثر. يعني نفس المعلومه لو انا في عندي هنا احمر اكثر، كريميزون اكثر، هنا دائما لما انا اعمل اشي زي هيك، اعمل ديتيل زي هيك مبين على السكرين تبعكم اوكي وستيل ريكوردينج صح، لانه انا عندي على الكمبيوتر مش مبين. اي ثينك لو كنت فاتح من الابلكيشن كان ممكن يعني تساعد الامور افضل من هيك. هون انا بعمل بالاول باك جراوند، يعني انا فرضنا لو كانت الباك جراوند عندي صفرة او زرقاء او خضراء او حمراء او whatever، بعمل باك جراوند بالاول بعدين بعمل هاي الديتيلز اللي هي الديتيلز تبعت الجزرة، الأعشاب هاي أو الليفز هاي، الأوراق اللي طالعة من الجزرة أوكي. وبرضو كمان بكمل أنا الباك جراوند، نفس الشيء الباك جراوند ممكن أحط هنا أحمر أكتر، برتقالي أكتر، بنفسجي أكتر أوكي. ممكن يعني بالظل أحط تونات أخضر أوكي، أقلل من استخدام اللون الأبيض هنا وهنا، يعني شوية ديتيلز أوكي. ما سمعتك. قال في لسه كمان واحدة بنفسجي أوكي تمام. أبيض يعني أبيض أبيض هون لو إحنا اشتغلنا برضو كمان هون هاي بتفيدنا، لو إحنا اشتغلنا على toned background، لو إحنا اشتغلنا على ورق مش أبيض برضو كمان نستفيد. يعني إحنا شوف هذا التون نفس 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 هذا التون، تعطيني إحساس يعني tonality مش موجودة، بحسها flat. برضو كمان أنا هون في عندي background، هلا أنا دائما background عندي لازم تكون أبعد من الفورجراوند، فأنا هنا صار في عندي confusion بالعين. فأنا عشان هيك بحكي لكم يا جماعة، لو كانت زميلتكم هنا عاملة الباكجراوند كان بين إنه هذا فورجراوند وهذا باكجراوند، لكن أنا العين معمول لها confusion، وهذا كتير مهم يا جماعة اللي بيستخدموا اللون الأبيض أوكي والهايلايتس، كتير ضروري هذا بالكومبوزيشن، كتير هاي المعلومة ضرورية بالفوتوغرافي، كتير معلومة ضرورية هاي المعلومة بالديزاين، إنه إحنا ما نعمل كونفيوجن للعين. لما أنا يكون في عندي هنا تون هنا تون هنا تون the same tone the same tone the same tone the same، وهنا برضو كمان the same tone، أنا بعمل كونفيوجن للعين. وهاي معلومة مرة تانية، لما يكون هذا اللون أبيض هاي المعلومة كتير مهمة لكل الناس اللي بيشتغلوا بالآرت أند ديزاين،
والله ممكن تسكروا لي الباب لو سمحتوا. هاي المعلومة كتير مهمة للناس اللي بيشتغلوا بالارت اند ديزاين، بالفوتوغرافي، بالميديا، بالانتيريور ديزاين، بي وات ايفر كايند اوف ارت يو ار وركينج وذ. لازم انت هاي العين ما تعملها كونفيوجن، تعمل ظل ونور عشان العين تاخذ راحتها بشو بالنظر للوحة او العمل الفني تبعك او للتصميم تبعك. هذا شغل حلو، بس لو كان انا في عندي باك جراوند بطلع بجنن. تاتشات اوكي، تاتشات حلوه، ممكن انا ليتر اون اعطي اهتمام اكثر للديتيلز، بس انا الباك جراوند كثير مهمه. يعني احنا نشوف في شغل، يعني انا اروح شويه عشان الطلاب يعرفوا الفرق بين عمل ينعمل له باك جراوند. يعني انا هنا اوكي شوفوا، يعني الديتيلز على سبيل المثال، الديتيلز مثلا اللي عمليتها نادية هنا، الديتيلز اللي عمليتها نادية هنا يعني ما كتير فرقت، يعني ممكن تكون حتى احسن من الديتيلز اللي عمليتها عروب او عريب هنا اوكي. بس هنا في باك جراوند، في اتموسفير، ولون الباك جراوند برضو كمان مش لون مثلا مش لون بني او اسود، يعني في توناليتي، في توناليتي حلوه. صح انا في عندي شويه ديتيلز هنا، بدنا شويه ديتيلز هنا، لكن في عندي اتموسفير وفي عندي شغل اوكي. فشوفوا انتم كيف هنا في عندي شغل ببين واقعي اكثر. ليه؟ لان انا في عندي باك جراوند، هاي الباك جراوند مش موجوده هون، مع انه هذا الشغل فيه ديتيلز اكثر، هذا الشغل فيه ديتيلز اكثر. بس ايش المشكله عندي هون؟ ما في عندي انا باك جراوند، وهون الباك جراوند كثير مهم. نشوف هنا مثلا هاي برضو كمان اوكي، في باك جراوند عندي هنا. المشكله هون انه هاي باك جراوند كثير اسود قوي، ممكن اضيف شويه احمر، شويه ازرق، شويه بنفسجي. الباك جراوند كلياتها نفس اللون، احرك باللون شوي عشان ما يظهر انا عندي اللون كثير سوليد. نفس الشيء هون، هاي احرك شوي بهاي المساحه عشان ما يبين انا عندي اللون كثير سوليد. باك جراوند اوكي، ديتيلز تمارين حلوه، بس انا في عندي مثلا هذا في باك جراوند، هذا في باك جراوند، هذا انا في عندي باك جراوند. احرك هاي اللون، اللون هذا احركه اكثر. يعني لو اخذت انت زوم اكثر على على هاي شو اسمه، تشوف انه في انا عندي شغل هيك كتير واقعي وحلو ماشي الحال. هاي التاتشات السوداء اللي عندي هون، التاتشات الدارك، لو فيها شويه تاتش ازرق او تاتش بنفسجي بيعطيني شغل كتير حلو، بيعكس على اللون الاصفر بشكل احلى. دائما احنا لما نشتغل بالالوان نحاول ان نشتغل على الكومبلمنتري. يعني انا في عندي لون اصفر، اشتغل على اللون الكومبلمنتري تبع اللي هو اللون البنفسجي. لما يكون انا مثلا في عندي اورنج، اشتغل على الكومبلمنتري تبع اللي هو اللون الازرق. لما يكون انا عندي مثلا مثلا احمر، اشتغل على الكومبلمنتري تبع اللي هو اللون الاخضر. احاول اني انا اشتغل على الكومبلمنتريز عشان يعطيني انا لون فايبرنت. تمام. برضو كمان هذا شغل زميلتكم شو اسمها، ياسمين، ياسمين برضو كمان ديتيلز حلوين، بس انا ما في عندي باك جراوند. انا عندي الباك جراوند هاي البيضة كتير مخربة علي. برضو هذا حلو الشغل عندي، في عندي عندي ديتيلز، في عندي لون ماشي الحال، بس الباك جراوند مش موجودة. برضو كمان هنا اورنج، حلو الشغل بالاورنج، هذا حلو اللون الاورنج اوكي، بس ما في عندي باك جراوند. لو كان عندي باك جراوند كان العمل طلع جدا جميل. هنا انا حلو الشغل، التتش حلوه،
بس same point. لو كان عندي background بطلع عندي أنا الشغل أفضل من هيك. نهتم كتير بالباكجراوند in general. هاي هذا التوتوريال كان هدفه أني أنا أحكيكم إنه إحنا ممكن نشتغل على ورق مش على ورق مش مش نعمل هاي stop sharing. أوكي كان الهدف إنه إحنا نعمل توتوريال اليوم ونفرجكم إنه إحنا ممكن نشتغل على ورق مش أبيض. تمام. ألوان مختلفة grays. ممكن نشتغل على الألوان الجراي, ممكن نشتغل على الألوان الكريم, ممكن نشتغل على ألوان أوكرات بنيات. القواش بعطينا إمكانية إنه نعمل كتير ميكسز. تمام. في عندكم أي أسئلة في المحاضرة؟ عندكم أي أسئلة؟ طيب إذا أنا هلا راح أخلص التوتوريال هذا. يعطيكم العافية. السلام عليكم. أنا ما عملت end للميتينج. هاي end.